كابتن حمد بصراحة شديدة وسط كل هذه الضغوط الصعبة جدا، هل فكر الكابتن إيهاب جلال في أي لحظة من اللحظات إنه يعتذر عن هذه المهمة؟ لا بالعكس والله يا كريم، بالعكس خالص. الراجل متعاون جدا، والراجل حابب كريم، الراجل حابب إنه يبقى موجود في إسماعيلية، لأنه فعلا فعلا الراجل مبسوط جوه النادي بتاعه. لكن نسيب بقى الأمور تمشي زي ما إحنا بنقول يا كريم. إحنا ما يا جماعة لازم تبقوا أنتوا عارفين، مفيش حد في الفرقة، يعني انا اقول ايه، قريب ايهاب جلال، مفيش حد من الكلام ده. كل اللعيبه دول اولاده وكلهم، وهو ولا والكابتن ايهاب طول عمره ولا يهمه مين يبقى، المهم ان الفرقه تبقى كويسه. ما يهموش فرد واحد في الفرقه يا كريم، لكن لما اجي احط بقى المبدا واحط اساس للفرقه، وان حد يبقى بي عمل مشكله وغلط في حق الفرقه فلازم يتعاقب، ده كلام يا كريم بتاع مدربين كبار ما حدش يقدر يتحمله يا كريم. ممكن حد يداري شويه، ممكن حد لا، هو الراجل بيحاول يتحمل المسؤوليه ويحاول يبني بقى ونرجع للحاجات اللي كانت النادي مفتقدها بقاله فتره يا كريم. صحيح. كابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.